خلينا نشوف الطاقة تبعت برج القوس كيف حتكون شو مركز تفكيرهم هاي الفترة محور تفكيرهم أفعالهم الطاقة بشكل عام لبرج القوس برج القوس من الأبراج الناجحة جدا بالحياة اه طلع لك نفس الكرت اللي قبل شوي آه رح يكون شهر عاطفي بامتياز خلينا نقول ممكن يدخل شخص جديد لحياتك يسرق لك قلبك او في معجب معين له فترة عم بيحاول معك انت عم تعطيه الفرصة هاي الفترة آه ممكن يكون هذا الشخص اصلا قديم ويرجع يقدم لك كاس الحب من جديد فرح تكون اهتماماتك اكثر شيء هاي الفتره في الامور العاطفيه او طاقتك رح تكون مركزه على الامور العاطفيه خلينا نشوف اذا بهاي الفتره شو ممكن الورق يكون مخبي لنا لبرج القوس ان شاء الله تكون ورق ايجابي لانه برج القوس بيستاهلوا كل الابراج بتستاهل طبعا اه واو في قرار يا برج القوس لكن كتير مأجله بتوقع انه على الصعيد العملي وحتى ممكن يكون على الصعيد العاطفي ولكن راح تاخده في هاي الفترة ،خليني اذكر الطاقات قبل ما انسى في عنا برج الأسد، برج الثور، برج الحمل ممكن يكون ميزان هذا البرج كمان آه في عندك آه هوائية طاقات هوائية طاقات آه هوائية كتيرة في عندك أكتر إشي وفي ترابية في مائية ف هذا بشكل عام القراءة ممكن تكون عكسية حبايبي إذا كانت عاطفية وهي عامة بالعموم يعني ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبق عليك فعادي جدا هاي مو قراءة خاصة قراءة عامة شايفت لك أمنت لشخص يعني كتير 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 بالفترة الماضية وهذا الشخص ما كان قد الثقة هذا الشخص خلينا نقول مش غدر فيك لا ما كان قد الثقة مش لهالدرجة انه غدر فيك يعني ما بتوقع انه غدر ولكن ما كان قد هاي الطموحات اللي انت كنت بانيها عليه شايفك من بعد ما اعطيته كتير اهمية وكتير كذا شايفك لا اخذت خطوة لورا بعد هيك او عم تاخد خطوة لورا عم بتراقب الامور من بعيد وهذا اشي كتير عقلاني اشي كتير ممتاز عم بتقيم الامور بعيدا عن القلب والعواطف عم بتكون بتشغل قلبك وعقلك هاي الفترة مع بعض عم بشوف احيانا بتكون عندك طاقات سلبية مثل الحسد عم بتكون العين عليك كتير يا برج القوس انت بتراقبه والله وهو براقبك في شخص ممكن يكون في العمل او في العاطفة انت بتراقبه وهو بيراقبك انت بتهتم لشأنه وهو بيهتم لشأنك في مراقبة ما بين المواضيع في محكمة معينة رح تكون النتيجة فيها لصالحك انت اكتر شايفك في عندك كارما او في عندك انتصار من بعد معركة مع هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في العمل وممكن يكون في العاطفة شايفيت لك انه راح يكون في رجوع لحق رجوع حق لإلك من بعد هاي المخاصمة او من بعد ما تاخذ في حق منك في عندك كمان غير موضوع الكارما في عندك رزقة معينة جاية من من شغل جديد من مشروع جديد ممكن تكون ممكن تكون من نفس العمل اللي انت فيه لان شايفيتك عم بتركز شوي كمان على الماده هاي الفتره عم بتحاول تحوش عم بتحاول بدك اما تشتري مسكن اما تعمل شيء مفيد اكثر عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل من بعد فترة ما كنت كتير عم تهتم بالعاطفة أكثر من العمل عم بشوفك كتير عم تتوازن بين الأمور بتوازن بينها شايفيت لك في شخصين او ثلاثه عم بينقولوا لك كلام مش مزبوط عم بيحكوا لك شغلات مش مزبوطه او هم عم بيحسدوك يمكن او عم بيحكوا عليك كمان بشكل مش مزبوط ممكن يكونوا من ابراج هوائيه او ترابيه فكون حذر من هدول الاشخاص كمان هذا الكرت ممكن اشوفه انا عاطفي خاصة انه هذا اجي فوقه في شخص بيراقبك في شخص بحبك كتير ولكن ما عم بيظهر هذا الموضوع ولكن قريبا رح يجي ويقدم لك كاس الحب خلينا نقول او العواطف اللي كنت استناها منه ولكن وقتها رح تكون انت شوي مسكر قلبك شوي شوي يمكن ترفض هذا الموضوع انا حاسة فمش عارفة حسيتك مش مرتاح لهذا الشخص أو لرجوع هذا الشخص أو لوجوده حتى في حياتك خلينا نفتح كمان على العاطفة شفت كمان بالورق في سفر في سفرات مش سفر لبرج القوس ف... وفي نجاح على الصعيد العملي الدراسة أكثر إشي في نتائج حلوة بالدراسة لبرج العقرب لبرج القوس آسفة و... في اول فترة ممكن تكون شوي حزين ممكن شوي تكون أم... أوه شهر عاطفي بامتياز شوف شو طلع لك توف كابس وذا لافرز يعني احلى من هيك وراء ما بتوقع انه يجي عم بيكون في اكثر خلينا نقول مشاعر بتزداد قوه بينك وبين الشريك في امور ما كنت تعرفها هو راح يصارحك فيها مش انه كان يخفيها ولكن كان مستحي يمكن يحكي لك اياها او كذا ما بس الشمس راح تشرق على علاقتكم شايفيتك منتصر في هذا الموضوع وكانه مش انت اللي اللي رح تعمل الاكشنز مش انت اللي رح تشتغل من بعد ما اشتغلت كثير على هاي العلاقة خلاص تعبت ووقفت فشايفة انه الطرف الثاني هو اللي رح يشتغل على الموضوع اكثر شايفة في طرف ثالث عم بتفرج من بعيد لكن مش عاجبه الموضوع والسعادة اللي بيناتكم فشايفيتك ببداية الفترة شوي كنت مكتئب ولكن على مر يعني مع الوقت في هذا الشهر اللي ذكرناه هاي الفترة عم تتحسن الأمور النفسية عم بتحس إنك متملك الشريك وفعلا رح يكون بين إيديك هذا الكرت ممكن يكون على فكرة مشكلة عندك بالشاكرات او مشكلة يعني طاقة سلبية ممكن انت تكون مش حاس عليها او مش عارف انه عندك طاقة سلبية ف يعني تشيك تستشفي اذا كان موجود هذا الموضوع عم بشوفك اذا منتصر في العلاقة العاطفية وفي بدايه جديده للعزه بدايه حلوه ممكن تكون من شخص برجه ترابي او ناري شخص عم بيقرب شوي شوي منكم فحلو انو تعطوه فرصه هاي الفتره شوف العقل الباطن لإلكم شو هاي الفترة راح تكونوا مركزين على شو أكثر شي محور تفكيركم أو الأمور اللي شاغلة بالكم؟ آه أكثر شئ الموضوع العاطفي شايفة إنه راح يصير في مثل تلاحم بينك وبين هذا الشخص في هاي الفترة. عم تحكي له شغلات ما كنت تحكي له إياها هو عم يحكي لك شغلات ما كان عم يحكي لك إياها فعم بشوف تقارب عم بشوف مثل إصلاح للموضوع مثل تطور فشي كتير عم بشوفه حلو هو عم بحاول يمتلكك من بعد ما خسرك أو من بعد ما خاف إنه يخسرك فكرت حلو شوف إذا فيش تحذيرات لبرج القوس هاي الفترة اه زي ما قلت لك في عندك طاقات سلبية انت محتاج انه تنظفها بحالك ممكن تكون حسد عين سحر ما بعرف اي شيء بس شايفتك عم بتكون على خير هاي الموضوع هاي الفترة عم بتحاول وعم هاي المحاولات عم بتجيب نتيجة ايجابية فهذا التحذير كان بالنسبة لك نشوف في ريكارت شو ممكن يعطينا نصيحه او اشاره او اي شي آه. شوف شايفتك عم تدخل آه الروحانيات أكتر، عم بتطبق قانون الجذب يمكن عم تتعلم بهذا الفيلد عم بتكون بهاي الفترة بتحاول تكون بروفيشنال فيه أو بتحاول تتعلم كتير كيف بيكون المديتيشن كيف بتكون قانون الجذب كيف الطاقة الكونية بتشتغل فعم بشوفك بتفوت في هاي الأمور الروحانية كتير 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 يا برج القوس وهي بالفعل رح يعني أنت بحاجتها بالفعل هاي الأمور فأنا بشجعك على هذا الموضوع طبعاً والورق بشجعك Beginning a new cycle رح تبلش دورة جديدة دورة كلياتها خلينا نقول حيوية اخبار حلوه، سايكل حلوه رح تنتهي يمكن من فتره الاكتئاب او الاحزان او التشالنجز اللي اجوك ورا بعض ورا بعض كلياتهم فبدايه حلوه عم بقول في في بدايه اما مع شخص معين او بشكل عام بدايه جديده في حياتك كرت كثير حلو بيقول لك في احلام او شغلات او امنيات انت كنت عم تحلم فيها وعم تتحقق هاي الفتره بس المطلوب منك اللي هي الطاقه الايجابيه والتفاؤل وعدم السوداويه عدم التشاؤم يعني من هذا الخطأ.